في اشاعات. ما انت عارف عندنا يعني ما شاء الله الاعلاميين في مصر ما شاء الله، يعني مش كلهم برضه عشان ما نظلمش حد، بس بيبنوا البرنامج بتاعهم على اسم الكهرباء. يعني دي مشكله كبيره عندهم، يعني البرنامج بتاعهم بيبنوا على اسم الكهرباء عشان الناس تدخل تتفرج. كهرباء عمل ايه؟ كهرباء ما عملش حاجه. الكهرباء اصلا روح بيته نام، خلص تمرين روح، يصحى الصبح يلاقي ايه كميه اشاعات وكميه حوارات من غير اي حاجه. لكن لو حد بس، يعني يمكن برضه يمكن مش كل الاعلاميين عشان برضه ما حدش يزعل، بس بعض الاعلاميين اللي هم بيقولوا، وغير بقى الاعلاميين في عندي مشكله كبيره جدا مع الناس اللي بيستضيفوهم. يعني هو انا نفسي اسال الناس اللي بيستضيفوهم دول، اين ضميرك وانت رايح البرنامج تقول كلام اصلا انت ما تعرفوش؟ يعني انت ما كلمتش حد، ما كلمتنيش. لو انا في عندي مشاكل صاحب المشكله، كلمت احد قريب مني هيقول لك مصدر بلاغ، مصدر بلاغ ايه؟ فين ضميرك؟